ايه؟ قولي الدكتور قالك ايه بقى؟ طمني. خلاص ما بقاش له لازمة نضيع فلوسنا على المرض اكتر من كده. انت والعيال اولى بيه. ما تشيلش هم، انا بحت حتتين الذهب اللي عندي وهتتدبر. ليه عملت كده؟ دي فلوس معاشي. فلوس ايه يا ابو العيال؟ فداك الفلوس، صحتك عندي اهم من الدنيا كلها. ياه، بقالي كتير ما سمعتش منك كلمة يا ابو العيال. انت عايز تضيع 40 سنة حب وحياة عشان شوية فلوس؟ يا ريتها تيجي على الفلوس.